مشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نرحب بكم في برنامجنا العيد عاد. العيد عاد، المشاعر في أماكنها، وتبسمت كل ذكرى ما تلافينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى، بالفعل عاد وعادت روحه فينا. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قم نخبر الناس أن العيد قد حان، قم نخبر الناس أن العيد قد حان. يوم العيد عاد، 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 يوم العيد عاد، يوم العيد عاد، يوم العيد عاد. بالعيد فاضت معاني من مشاعرنا، حتى تمادت قصائده وغنانا. أحبابنا اليوم قد زال اللقاء بهم، فليدري الناس أن العيد قد حان. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قم نخبر الناس أن العيد قد حان، قم نخبر الناس أن العيد قد حان. العيد عاد، المشاعر في أماكنها، وتبسمت كل ذكرى ما تلافينا. دوما شعوري تجاه العيد لا يفنى، بالفعل عاد وعادت روحه فينا. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قم نخبر الناس أن العيد قد حان، قم نخبر الناس أن العيد قد حان. بالعيد فاضت معاني من مشاعرنا، حتى تمادت قصائده وغنانا. أحبابنا اليوم قد زال اللقاء بهم، فليدري الناس أن العيد قد حان. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قم نخبر الناس أن العيد قد حان، قم نخبر الناس العيد قد حان. يوم العيد عاد، يوم العيد عاد، يوم العيد عاد، عاد العيد عاد. مشاهدين الأعزاء، هذه كانت تغطيتنا لعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. حلوة كانت، ممتازة، أنا عجبتني بصراحة.